بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي ومهار إسكالي سبحانه وتعالى نعمة وين أن وقال الله يستي وآه إن أنك كل أرني بيت بيتك إلهي كميدة قريها الله كميدة سبحانه وتعالى إنك إسكو الشيء إنه أما كلفا إذا يسر هنا مسائل قصاب سر شرعي أنا شرفت بضم وحاك الله أنكو شكرنا يا ولا لها صورنا ذابيي كل أن كان فذو ذيي سيدا مقروح ذا بضم أسو أقاسمي وحا شكر مضان لما عندما كسوق يبقال ياشا يحضورك قيمها بضم ربعين يحكم مقلان دين توذا هي مسائل شفقية شرعية اللو بهي موضوع ولالك وكذا واجيء قصة عن ربا ذا إيو صرافة أما البنوك الربوية إيو معاملة قصة عن كذا هان اللي ربا ذا اللي يراهو وموضوع هذا أبو بلارن كتب بدن لقى اللي في وقت كابن عن لقصة أرورين كرين أنا جرى أنا اللهين با خلفية ذي إيو منت ذي أنا اللهين لكن ما لا يدرك كله ولا يدرك جله وحان سيدي للربيان لو ذا هري كريم وحي الصورة قال لك متقو ساد ربتي هداد ويدو السان كهورين بالا يلا محايا لي مسألة ذا سوى مسألة ذا يادرنتي اوين او تخصص كهذا ايو معرفة هذا ايو اقون تهذا ايو علومة ذا سيدة ايو واحد لين ادي يادرنتي دقيق واه مركا لغا هدلا ايو معاملاتك الضامه أي نحضر أي معاملة يان وريه قصة أفسر المعاملات المالية مركز لقاها ضلا يا معاملة ضتك الأحمر يسي حولها يا دقالها قصة أفسر علومة وحيكاها ضلا وحل يرى هذا أصول المحرمات أصول المعاملات المحرمة معاملات كحرامتها وح أصل قوة أصل قوة يكون يجان لأن أصل وحل أجي هاي أشياء وح أصل والحل بيعنا أصل وحاوي حلالوي وحل الله البيع أبو إلهي سبحانه وتعالى أشياءنا أصل وحلال أو وحي نفعي إيه فإذا أنه جرته إلهي وأنه حلالي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وح الله لو وحي أرضه كجره دان وفإذا نفعي كجره إلهي أنه نوع أبو ري إنه كفى إذا يسنون أنه هو أبو ري سبحانه وتعالى وحي هذا ركت الشريعة وإن أمر إيسا أما نوع حلالين يسنا وشيء نفع له بحتية أو محضية نفع يسا بقلك يا بقلة أما ما هي نفع يسا أغلب أه أو مضرد يسا ير وحينا نقرب أو مفاسد ويلا يرهضا أو محرمات ويلا يرهضنا مفسد يسا بقلك يا بقلة أما مفسد يسا أغلب أه أو غالب أه ولو مفعير بهلا هذي هذا كيسان خمر وحي له إليه قل فيه ما إثم كبير أيضي ما يسرك ومنافع للناس منفعنا والغشاقي لكن محاليه وإثمهما أكبر من نفعهما إثمك إيا الدنبك إليه الخمرض إيا قمارك يا نفعك كيمانا يا كبضا إثم يا كبضا إيا مضرد إليه مالك الشيء إنه محرمك أما هو مفسد أصور لما فساده أما مفسده سيئ مضرده سيئ نبكي سا أقلبه غالبه صدرت الدولة ما أحرم سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الله هنا أبو رئيس سبحانه وتعالى لطفه يا رحمة بدنا حقوق الله أنك دمت أن مصلحة أن ماشي كديرتهم
أحد كأحد وحكي قانا مالها سبحانه وتعالى صدرت بعلماء وحي الأهدان أصول المعاملات المحرمة أي حكسوا كومان دور قضب وحاكم إذا الربا ربا ذي حاكم إذا وحاكم إذا الجهالة وحاكم إذا الغرر الرماسة وحالها أصول المعاملات المحرمة شيئا معاملة أما بيع أما شراء أما إيجار ذا أما نوع معاملات كم إذا المعاملات المعاوضات كوالي راب عقود المعاوضات كعوض كأي وحلس كلها في صدو انت أم بيسوه زيري أما إنا الربا كجرت الله حرمي أما الجهالين كجرتون لقرنين عاقبة ذي سعلمتي الله حرمي أما غرر ما كجر محمود العاقبة ما علمتي ساحن يماشي وكقاسين ظاهر كان رأيت وكتسومي سنة ما حقيقة ربطه مركز صدح لها سيئو قضب الله حرمضة الشيقان أي أصوشة محرمات كسو أروريين وحا أبوه الرأي الربا رأس المعاملات المحرموي معاملات كمحرمضة الحرمي وحا مرح أبوه الرأي الربا عرانوا يا أوين أي هذا أوين أونا خطر بضن أونا ضرر بضن لبعتها إذا أدبوا بضنت صدرتت أي صدو قرآن كأغهض لي وحيالها كرئي الشيقي إنه أغمهض سوى يؤفى فاهيي إلا تفسيري قرآن كريمك كد من السنة النبي صلى الله عليه وسلم أغوب يامي عليه الصلاة والسلام مركا وحربها النهاي مررتنا الربا ذا الحكم على شيء فرع عن تسوري إن شيء إلا حكم وحاكوه الرئيس ورطي إلا الصورة يستو محاي الربطها إلا زويدية كد من الميلها أي الربا ذا قشوا حاكمي ذا بنوك تا كمي أمريكا استينا طابانو ميلها أي كقش الربا ذا قار كمي ذا إنه وان كقاري كرين معرفة ذي أقول تيدن آمن هينيم لكن وحيان كقاري كرو ثبرت إن يقدر كين أوياهي أيان إشارنا إن شاء الله تعالى الربا ذو لقضع الربا ذو حكوية هذان الزيادة والنمو والارتفاع والعلو انت بوالوية هذا يعني وح كرمي الزيادة أما كرمري أو سرمري أما ما هي عالية أما الزيادة اللي يمد وحصل نبا وحيسكوي معنا اللقضة حق معنا الربا يسوي قرأيان ولذلك قوله تعالى إلهي وحلاها ويربي الصدقات إلهي الصدقات أيوب ربارية يعني ينمو وزيادية حديث بارك صورة الصحيحة والنبي عليه الصلاة والسلام إليها قفك الصدقات طيبة لبحة إلهي وحا طيب هيرو حلاله ما بقى أقبله قعنت الله الرحمن أي قشا مركز الله الزيادية أو كرنية أو بضياء أو كبعية سيدا أحد كين فرس كير الدرمانتا أو كريو سو دربه وانتفاع صده مركا يربو معنا يزيد وي وزياد ياوي مركا حقا اللقاذ هويان وحاك الله اللي هذا الرابية والربوة مرتفعة من الأرض أرضا ويحكروك أيا وحال هذا الرابية إيو محوها الربوة أيا اللي هذا وكي الله القرآن كريه وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين وكي هذا عيسى هويدس يعني أرض مرتفعة باللوجه ذا مالك الرئيس أرضا كاملوي وحكر الله سبحانه وتعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي ارتفعت مركا وربت هي الربوة هي الربا في اللغة الزيادة والعلو والارتفاع وحسن رأي أو الزيادة وحلو الدرعي معناها اللغوية على غوح لليها معنى شرعها أي حرير لليها والربا ذا نوعيها ذا وحاكمية من لها ذا الربا الفضلي وإن أو إيمان دونت اصطلاح الربا ذا وحلو هذا تفاضل في أشياء ونص في أشياء مختص في أشياء يعني أشياء لك لبضيه أما متكودنا حاضر وياه مدنا ومقيه أشياء مخصوصة أنا قاله هيا وحال هذا الربا ذا هذا وحال الزيادية أما وح مدنا وجوه مدنا مقيه ولسكو قطي أما ما هي أشياء خاصة قاله أو معينة أشياء أنا واركي دوانا انت إليهين انت لنا السيلة عدي المنصوص انت لقونا واقعي لشيكي إيا انت علومة إليهين والله قياسا قياسانيو لغم قياسانيو أولا للمك الربا ذو وحيوقع بسنتها ورطن أنواع بيوقع بسنتها تقريبا لبن نوع بأوه وين عند الإجمال مارك الله صاد وضوبه الربا ذو لبن نوع بيوقع بسنتها لبضى أنه حالي لهذا رباء القرد هي رباء البيوع بالي لهذا رباء الجاهلية والله مدى رباء القرد رباء الديون والي لهذا مدى سوحاوي وقيمت الكوبات قيمت لبن نوحال لها رباء البيوع باع يشيرها أيوه حسك لقلاشة يقشها من لو حاول قرض لي الدينته أي قشة وقف دينك قاضي ليس مجازو حكول له الدين ده قاضي هذه لقالتي زيادة صار راعي أنا وقت يهدد بحوي ذو زيادة كدر قرضي وي خبل جاهلية ويا رواه مثل القرآن كأول شيء
حديثه رأينا أي كإشارته محايا ليس كواضح عد وياره بيان يعدينه وسيبهنا نوع الله بعد حاله لها وربا البيوع ربا البيوع حق بيع يشراء أي قشا الله بعد أصل نوع بهرت الربا ذو علماء ذو مركز هذا لايان وقيبيان قيبت عن القرآن كي السنة ذا أيان لك قاتي نوع الربا البيوع ذا أي آدي آد أفر بضان أشيك بضان بيع يبك يكو سابسن أصلا الله بعد أصل قيب سماه من الربا والفضل بالله من الربا والنسية لها ربا والفضل إياه ربا والنسية أيال إلى هذا محال هذا ربا والفضل ربا والنسية محال إلى هذا معاملات كأن هذا سوق كجل كجلته لكن إن القبلة رجاء أيال غيابا إن يدك قوات كذا بين القبلة رجوايان بنوك تاني كجلته لكن إن اللي فهمي أباه أنتاي لأنه والربا ربا دونا ونركض دونا نصوص تي أدلة الشرع جالسين إلى الله سبحانه وتعالى أيال ركض دونا ربا والفضل وحويه لبا شيء اسكو جنسيا او لا كلا بديو لبا شيء اسكو جنسيا او لا كلا بديو حلال ربا الفضل سنكر با قارتي سنكر كانت كو غدتي وانا كلا بديس 15 كيلو 15 كيلو سنكر بيس ليهين بر يا بر 15 كيلو 15 كيلو 15 كيلو iyo 20 كيلو هدي برك او كلا كلا في عيا اما كلا جوده بدن يها اما كواليتيز او كلا في عيا هي يا هدي كلا وا اسكو مدوي كل هدي اسكو جنسيين لبا شيء او اسكو جنسيا او انت لا اسكو غدا لا كلا بديو ايا وحال الربا والفضل ايا اللي يراها وانا الربا المحرمه اجماعا قرانك يا سنه اجماع انت بوي تسارك دوناي الربا اللبات نوع اللبات الربا البيوع ده وحال الربا النصيه اللي يراها الربا النصيه وحا ويان لبا شيء او لسكو غدايو ربوي الربويات وحا اللي يراها الا الربا بان كو ارك دوناي وحا الربويات اللي يراها ما حد عنتها لا فيني ما حد ادخارك كيدك لا فيني ما حد وزنك يا مكيلك يا حزال وحبيك على علمادو marka laba shay oo la isku iibiyo oo kala jinsi ah laakiin mid koodna waa yaala hooway midna waa maqay ayaa waxa la ribaa oo nasiya liirada ama ma yahay waa isku jinsi hadana waxay ku sii darsatay wixii oo mid koodna waxa la midna uu maqay isku jinsi way kolba hadii laba shay ee riba weel isku gadanaya midna uu yaala haadir yahay midna maqay yahay ribaa oo nasiya liirada een umuman ribadu waxay u qaybsantaa labada qaybada waaweyn oo qaybta labaadna ay si qaybsamayso qaybta koobaad waxa aan in ribaa ul jahiliya ayaa ilaada waxay sabab jireen nin baa wuxuu ninka la deyn ka qaadan waxa la ramadaan markuu dhamaado shawaal awalkiisa ba deyntaydi waa inay siisa markii waqtiga la gaarado uu iimaanay sax la wariyay deynti kan waqtiga waa la gaaray wuxuu leeyahay war ma haye 17 kun ma yana ha 17 kun ma kaaga dhigiye muddo isii bil kale ugu dar ama saa wuxuu leeyahay sidii jireen oo kale imma an turbiya wa imma an taqdiya taasi dii jireen imma an turbiya وإما أن تقضي إن الربا يقدر تضيق كرديسه ووقت يقال جارة أدمارت أي زيادة يقدرته أما هذه كروحه يجود سي هذا سي سواء كدينا يا هذا سي وين ده سوى حكولة يا هاي هذا واحد يقدر ما كان زيادة ما كان إمامة ماشى يدا زيادة تيمت ربا الجاهلية وين تنقل أنا وحاني الربا النصية أو حمد جدا الربا البيوع أو النصية يوقع بس أنت تفاضل ربا الفضل سنة النبي عليه السلام بعده ففايزي ribadu waxay ka mid tahay ashyaada xaraamimadeeda ay tahay al-ma'lum min ad-din bi darurah wax la garanayo oo nin walba uu garanayo ayaa hadda halkaas igarsantay wadaalika ma anta qofka muslimka ee yiraahdo riba xaraam ma ahe waa halaal yajibu in qofka asaga lagu xukumo ayaa banaan inuu gaal yahay maxay yiraahdo qof muslim ma anta uu ka qarsoon yahay riba inay xaraam tahay maba jirab ma jirto saa darteed waxay leeyihiin culimadu wixii sidaas oo kale oo al-ma'lum min ad-din bi darurah aan u baahneen baxfi aan u baahneen barasho u sii baahneen iska bediyo banaanka iska yaalo inkaaruhu kufrun illa inkiro gaalibay keenisa asirayn laakiin maca dalik inaan aayaadki iyo nusuustii ku soo aroortay ribada iyo xaaraanimadeeda aan sardino ayada labtirkeeda waa min baabil faa'ida faa'ida inagu jirta saa darteed ribadu xaaraanimadeeda waxay ku sugnaatay bil kitaabi wassunnati walijmaac saddexda asale ugu waaweyn usuul adilla ayaa ku suganta inay ribadu xaraam tahay qur-aankii bay ku cadday waxay ku cadday sunnada nabiga iyo xadiista rasuulka calayhi salaam ijmaaca ummad ruba isku raacday fuqahaa ulumma ayaa isku waafaqday xaraanimada ribada markii ka hadlayaan fi lqur'aan alkariim waxay culimmadu leeyihiin waxay ku soo aroortay aayado fara badan oo qur-aanka ka mid a ilaa iyo waxay gaarsiiyaan 8 aayadood ayaa ribada ka hadlay oo riba ku soo aroortay 8 aayadood suuratu lbaqara keliya ku jirtaa 5 aayadood suuratu lbaqara ku jirtaa aayad qaar waxay ku jiraan suuratu aali cimraan suuratu nisaa suuratu ruum ayaa u dambaysa
شن تدرس آيات أو شن أي كمديهين سورة البقرة هلا أي سورة النساء كجرت هلا أي سورة آل عمران كجرت من أي سورة الروم تدرس هذا الربا كصهاروري والربا لا جعها ذلي آياتها أسمك تدرس كهلا الربا ذو وحقيقة ذين حكمة التشريع في التدرج شرعنا هي تشريع أمضى دين تبك الله سيدنا إلهي حكيم ويان وحو أمري سي أو تدرجة تدرج وحويان هل مر ولا مر وحو حرام ربضة إيو خمرة إيو وحيالو وحاجرت أن هل مر الحرمين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وحيالها هاي هدو مركوه الرئيسة بسودك إلى لديه إلى خمرة وحرام إذ كده هاي دين مين يدتكو ديه لهاي مدين مين يديه لهاي لأنه وحي عادك الليكتين هو مخالفة المألوف مشاق النقضي هو قلبي وده كده جاي oo aadadoodii urfigooda dhaqankooda galay oo in iska deyn kirin bunoqday laakiin markii tawxiidka laga sugay oo ilaahay cadabadiisa la baray oo aakhira la xasuusiyay oo xalaal waxa lagu heeray xaraam waxa laga heelay ay loo akala cadeedadkii oo si fiican diinta iyo iimaanka u galay ayaa waxa la wixii sheegaa hebel waa xaraan iska dhaafa sheegaa hebel waa xaraan iska dhaafa qaar marka kamid ayaga arimahaasi ayaga laftirkooda tadarruj waxa loo galay qodobbo iyo maraaxil baa loo maray maraaxil ayaa loo maray oo koow iyo laba iyo saddex baa loo maray waxaa kamid ah khamrada khamrada markii hore lama xarimin markii hore waxa laga waxa la cadeeyay inay geed muskina tahay oo waxa dadka waa laga sameeysto nacam umid maratin naqil wa raad taqid min sukara wa risna hasana hadar waxa la taqrabu salatu wa antum sukara ba la soo yiri wa la soo socday qul fi ma idhun kama rafi'u lin nasi ba dal yiri fajtanibu wa udamis warka arra li khamrada nacam rijzun min amali shaytan fajtanibu rijzun min amali shaytan fajtanibu markaas aad ina dabada loo qabtay intaas oo madara ee mashaqa oo dhibaato oo khamradu leedahay yaa sankal isku xiray ilaa ay noqoto wax banaanka iska yaalo oo qof walba hadda maraamarsii uu heli karin hatta qala umar radiyallahu anhu intahayna ya rab intahayna fahal antum muntahu wa rukhatim mar iska dhaafaysan haabu yiri umar radiyallahu anhu kaan yas'a oo isagu wuxuu aad jecla oo ilaahay ka badi jiray allahum bayyin lana fil khamri bayanan shafiya mudij ilaa khamrada si cadna u cadee oo ku daagowno xaraanimadeeda si fiican ugu cadee salaad iyo tagay idinka khamraysanayo arimahaas geelaha ka sameysataan arimaha wariin ma nagu ma filna markaas aan fajtariibu markii la yiri wuxuu yiri hal faalanta muntaw qala intahayna bi waxa lamida arimaha noocaas oo kale ee tadarrujka ee maraxil soo maray waxa kamida ribada kamida waxa kamida ribada ayaa kamida ribada marka waxay soo martay talmiix wax liraad iyo tacriid iyo bayaanu tahriim iyo i'laanu al-harb liman irtakaba jarimata riba qofka marka hore xogow sarbeeba oo ishaara ah kadib waxaa la yiri maarta waa xaaraan baa la yiri kadibba waxaa la yiri xaaraam intay ka tagtay yuu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu cilaamiyey qofkii baashaas ribada isticmaalaa dagaal buu u cilaansaday subxaanahu wa tacaala qofkii ilaahay dagaal u cilaansaday ka warratay ya qofkuu ilaahay dagaal u cilaansaday oo yiri waan kula dagaalamayaa hadda waxaa weeyaan arrin sahlan maaha idaa ra'ayta شاعرك كولا إذا رأيت نؤوم الليث كاشرة فلا تظن أن الليث يبتسم هذا درت للباح مش ما كلا قال يوم عيد صبحي يروكوك لا يكون مصر يوم ملن نحيل فإن الليث لا يبتسم لباح ما مصابة وعدك الكاكو صوف يصنع يا أكو كوك لا قال وحوي وحوي ويلا لبعيس ذيك هذه بكاذبو كل ربعين صيف على رقاق وعمره أي الربعين marka maxaad u maleenaysaa xayawaan makhluuq ah weeye libaax allah khaliqa ka warran qofkuu yiri waan kula dagaalamaya ka warran waan kula colbaanahay oo kula dagaalami halkaasi marka dambe gaadhi marka maraaxishaasi afarta ah ay hadda duuduub u sheegnay marxalada ugu horeysa waxaa la yidhahda marxalatu lmuqaarana bayna alriba waalzakaa ribadii iyo zakadii baa la muqaaraneeyey oo la caddeeyey inay zakadu fiican tahay ayaa la caddeeyey wamaa aataytum min riban liyarbuwa fi amwaali nnaas falaa yarbuu cinda allah wamaa aataytum min zakaatin تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون بالي يعني وحاس الرباد اهد بحسن إيسان ربطان حولي عدقه إيشان إيو زكاة بحين إيسان زكاة إلهي اللعلامي لكن من دا عيضا فلا يربو عند الله الرباد إلهي ابتيسة واحد زيادة إيو واحد فائدة وكه إيسان مجرته ولو ظاهرك إنا فائدة حولي شبادو مليس ذي لكن حقيقة الأمر وحوالي الرباد يمحق الله الربا الرباد إلهي وابابين هيا نعم marka hore laakiin muqaal bay leedahay dadka dhaqaale ku helaan oo qaarbaaba ka taajira marka aayadda waxay ishaartay oo cala ay ishaaro ka bixisay in la muqaaranayadii zakada laakiin haddana waa la fahmaya alcaqal yafhamu ishaara waxaa la gartay kolladii zakada oo kale ahayn kol haddii ribadu ilaahay agtiisa aynan ziyaadaba ka ahayn wax fiican inaynan ahayn ayaa markaa caddaatay oo noo muuqatay
وحيسود دكتي نبي عليه السلام مكة المكرمة جوجة بركواس وآية مكية ويان آيات مكية ويان وقبل الهجرة سودت مرحلة الله بعد ما تبيت والله صار بطنا يير بالله صار صعدا ده كبار راو الحوا وير يير اللوجس سيبا ويجي قلب هذا كل جاي بالراي اللي جاب بابيه مركز مرحلة الله بعد ما تبيت بحرمة الربا في الأديان السابقة بالشيء إن ربا هو أي حاران أهيت ديني نجوه الرئي الدين السم الأديان المسوية دين النبي موسى عليه الصلاة والسلام قام جيسي يدين تيسي يملا ديسي إن لغوا حرمي أو يهودا إن لغوا ما رواي ريد دايان ربادي إن الدايان لغوا ما رواي فراي لقلان ربادي ولا لغوا كرواي وأكون لقلان مركز إله سبحانه وتعالى عقاب يا عذاب أليمة أيوه قديي أقول إله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحل لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما أسأل الله سبحانه وتعالى يعني دتك يهودي وحالك حرمي طيباتك شيء طيباتك أنك حلاش الله إيه وحالك حرمي صوت الله حرمي وحوايا ظلمي بإلي ماذين ظلمي إلي ماذين إيه تحدي إلهي إلا تحدي إلا قرين إيه أمرك إلهي الجبيين إيه دغالك الدينتي إيه الله قرين أي حتى حلاش اللي حرمي قولي ما دوان كرتان أقول لي برور معني كرتان نعم حولها قار لقى حرمي هذب كالمالا قار كبيرة لقى حرمي إلا ما حملت ظهورها والحوايا وما اختلط بعظم وحسن لقى صرير مركا وحاكا لقى ياهي ضيباته لقى حرمي حلاش عد محمد جيدا ضيباته إلا لقى حرمي حرامت عدد بها لقى رواي والربا ذا يكمت وآخذهم الربا وقدنوه عنه ربا ذي بيقات توحي ولقى رواي مركا إنك هدى أرنتاسي وحا نوصو غن دليل بها نوصو غن محايا للربا ذي مرة ولا حرمي ولا حضلايا ولا عدينايا عقبه ده حنب على الشيء لكن ده كوكس السعودان حاسوس هذا طبعاً سنة كهر تقريباً مجاله وحكي جرتي واحد بنك الربوي وبنك يزدول ده إلى هذا يا كجر حتى ميت كم إذا بروك توأوين الربوي جاه ميت كان يراده بجلس معه بجلس لونه بجلس كاس أنتوا كش قيوا مجاله وده كيس حوالي قاتين ودين تقص الله بتين أو أي قال فهمين ربادي حرامتي قال فهمين أي قرتين ربادي واحد بابين أيسو أو المجتمع بابين أيسو أي تاي سرطان ومضى بابين أيه خبطوا إلى تاي قرتين أو وحبك الشقي ويبنجي أصقها أيوس كجوري أيوس كجوري ماكو جوري جوري قاعد يدي بالله قتاي كدي بيدي بابو صار نقدر نقولي كم كريستين أي لهال جيران أي هذا كراء وجود جيران نقالة كبرن أنتي وكهلا ده كي واحد نقطة مركا مرن قارقود إلى يدي بون قرايان أي هذا مودع مركا يعني الربا داس الإله سبحانه وتعالى وحوله وأخذهم الربا وخذنوه عنه آه وعلى غير ربي وعلى غير معنى ذو حويان كان الأول أن ينتهوا هديب الله غير ربي كهرام بيهن ويكهروا وينصماها عقوب إله دوشة كساري حلاش حتى لو عنقبته الله وحرمي بركة آيات أنه حي عدى يسيد إنه الرباض واش قصوي قوم كهرين رين يهودين إن الرباض حرام كأهد أيها لو عدى صما كل هدي أمدي هورا لغا حرمي حتى أديك ببرارو وحيالها أمدها هورا لغا حرمي انت بدل وحويان لمفسدتها دي الله حرمي مفسدتي ويكون جرتان اسكي الالوي ان كسو شرع من قبلنا شرع لنا او لا واكل اسكوها يو فقادو كهد لايان اصوص اي كميتها المختلف فيها اي كميتها بركا ولي قفك وحوديه كرا وشرع من قبلنا ها يهود بلغ شاكينا يا بوديه كرا لكن هو مرحلة هراي لو صعود دقاقي او الرباضي لغا هد لايا حالات دي مرحلة دي صدحات با ديك صوتي مرحلة دي صدحات وتحريم الربا ماشي علماء دوليهم خمرضة هي الربضة وحاكا خطر بضان الربضة هي خطر بضان لأنه خمرضة قفك عبا ينفتي سنقها لغي مجتمع يساقه وحبا لباتكو باي لكن إنك الربضة استعمالها هي الربضة بحينها ما استعمالها هي مجتمع ربو بابينها هي سادرتك وحي كفهمين مراحش هي خمرضة صامرتي مركي مرحلة سدحان مريسي لما حري من خمرضة مرحلة سدحان وكي مريسي بينما الربضة مرحلة سدحان بلو قورعي ولو حرمي أقول إله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا تقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون وردتك مؤمنين تهاو لا تأكلوا الربا والنهي نهي ونفساد يا حما حرانما يوفى إذايا مركا الربا ذها عننا أضعافا مضاعفة حيشار إساء الربا الجاهلية أضعافا مضاعفة ومدة بنوك استعمالا بنوك توحى استعمالان حول الوصينا يا دينا مركب دل جواب العقبة فولي تقلها فولي الأبا قال وتدحوه ويسيس عم وكا بركا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة أي الله سبحانه وتعالى مركا آياتنا حاويان آيات أهو الرئيسي توس أو نواغذي ربا حران ماذا
nahyigaasi xagga la ka yimi subxaanahu wa tacaala ayaa lagu caddeeyey. Walidaalika ayuu wuxuu leeyahay saaxibu zaadu lmasiir fii cilmi tafsiir ibn alfaraj alqurashi albaqdaadi wuxuu leeyahay aayaddan waxay ku soo degtay riba aljaahiliya. سعيد بن جبير رك لي هذا التابعي رضي الله عنه وعليه كان الرجل يكون له على الرجل مال فإذا حل الأجل فيقول أخر عني وأزيدك فذلك فتلك الأضعاف المضاعفة أزوله لما نك لا تحالك الدين زدو أي مركو يبغى وعليه نيو مدني إيكرني حاله نو كوز زيادني هذه المضاعفة الأضعاف المضاعفة نقولها كوشة تاوي متداويا مركو حرام ولا حرمي مرحلة أفراد قدام بيسي arintaas oo dhan bal isku fuufugoy waxa weeyaan marxalatu al-i'laani wal-iidaan bimuxaarabati illahi subxaanahu wa tacaala wa rasuulihi, in ilaahay iyo rasuulkiisa ay la dagaalamayaan oy col u yihiin oo dagaal loo ciilaamiyey qofka ribada isticmaala waa marxalada faraad ugu dambaysa wey. Waa ku ilahay aayadaha shanta ee shan aayadood fii suurat albaqara yaa saa loo diri alladiina yaakuluuna ariba laa yaquumuuna ila kama yaquumu aladi yatakabaduhu shaydaan min almas dalika biannahum qaaluu inama albaycu midlu riba waxala allahu albayca waxarama ariba فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. مركز السيوة إن الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم فإن لم تفعل فأذنوا بحرب من الله أيها الكاسة الوسي الشبه شما يضوط وصورة البقرة أيها سنقل اسكو وحرة ومدر مدك كدر انتهي والله عدينا عقوبة المرابي قفك الربا استعمال عقوبة أولئي هي قاب كمارتي إلهي ولد قال الله سبحانه وتعالى marka de mucaamalaadka hadda bunuugta albunuuk almasrafiya ama albunuuk alribawiya altaqliidiya waa la yidhahdaay waxay ku dhisan yihiin asaaskooda wuxuuba yahayba aliqtiraad cala alfaa'ida aliqtiraadu cala alfaa'ida, in qofka deymo la siiyo faa'idana faa'idana la saarto oo faa'ida laga qaato, tanaa marka ayuu ku saabsan yahay. Oo midda haddaan ka soo hadlaynooyo maaragtay riba aljaahiliya, hadduu qofka uu alaabuu gatan ayagoo sidoo kale ayay ku imaanaysaa aayadahaas. Markaa oo kuwan u dambeeya hadda weliba ah toos waxay u caddeeyeen si sariixo waadix oo shakli aan ina qarsoodo ku jirin ribadu inay biashkaaliha wa anwaaciha ay xaramta, biashkaaliha wa anwaaciha anwaacdeed hadda soo marray ribaulljaahiliya iyo ribaulbuyuucdi isku dar bitafaasiiliha saddexdeedii nasiyadii iyo muxuu ahaa qardigii iyo ribaulfadligii inta marka isku daro aayadahaas soo wada hoosgelayaan, leannahu waa riba ribana ilahay muxuu xarama riba bay soo wada gelayaan وحرم الربا أي سوق يعني وقت ربا الجاهلية اللي قاعد لها يايو ما هذا وقت واحد ما يسبدله معاملات ما يسبدله وقام بدل عسري على السبيل وحاصي تحريم كالشيء يا حرامي ماذا شيء كم اللي حرس ما حي لي وحي القرآن كأو حرمي عموم هانو حرمي تفاسيش صدنا ويسوي ذا جلسة تفاسيش صدنا ويسوي ذا جلسة وقفت ما بدي كره وربا الجاهلية إيوه maaha maata mida tiin lo waa mucaasir iyo arrimahaas dhan ma soo wada gelays. Waxaa culimmada waxay yidhaahdaan imaam shaafici raximahu llahu tacaala qaacdadiisi ayay ku xumbaaraan. Waxay yidhi imaam shaafici tarku listifsaal fii maqaamu lixtimaal yunazalu manzilata alcumuumi fi lmaqaal, markaa haddii shay tafsiil u baahnaa aan la tatafsiilinin la kala babixinin cumuumkiisa laga hadlo yunzalu manzilata alcumuumi fi lmaqaal buu leeyahy ama min lmaqaal عام بل وحن باري وحل الله وحرم الربا صلمان انها جميع انواعها واشكالها وحرام لما نوعيها دو بمبا لكن الريب ماي حرام لماذا؟ لعموم النص نص كوا عام مركا كبابا حيسوي الذي الذي ربضة انا حرام تهي حق القرآن كأنك هذا اللي سيديد آيضاد وكسو أرورتي وحاقود دري الناس سنة النبي عليه الصلاة والسلام حديث الرسول عليه الصلاة والسلام نبقى حديث الله النقضه انت بدل وحي كهذا الشهر الربا الربا والبيوع بكهذا الشهر ربا الربا الجاهليه الان ما هذا الشهر ما يلا يرى اشاره وجرته احكم النبي عليه السلام حجه الوداع ملك تاجنا احكم انه يري وان الربا الجاهليه موضوع جاهليه الربا دي ولا توري النبي عليه الصلاه والسلام ربا الجاهليه اول الربا اضعها ربا العباس عم رسول الله النبي عليه السلام ادركس عباسة ربا الجاهليه الاستعمال الجري ee dadka intuu wax saartay dee dulsaar ula hijiray dulsaartina keena taasaa ugu horeysa lama ogolo. walakum falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun, xoolahaada intii aad bixiseen raasumaalka baad ku leedahay sideedaba wax dayna lagama macaashi karo, shay dayna oo aad bixisay lagama macaashi karo, xataa nafci lagama raadin karo. Xataa alimaamu abu xaniifa raximahu llahu tacaala waxaa la yidhi waraciisa iyo dadaalkiisa
markuu qof dayn uu siiyo oo dayntii uu ka dalbaayo uu imaado isagoo dayntii weydiisanayo, meeshii u deganaan qofkii ribada cafwan qofkii daynta ka qabay markuu imaado wuxuu iska ilaalin jiray gurigiisa inuu hooskiisa harsado, hooska inuu harsado iska ilaalin jiray. Maxaa yeelay hooskan xaggee muxuu ku helay? Dayntii ninka uu siiyey, raadintii uu raadinayo buu hoos ka helay. Marka nafci oo dhanba lama ogolo. Walidaalika waxaa soo aroortay xadiid daciif ah min xadiidi Cali radi allahu canhu, Musnad al-Xarith ku soo arooray, kullu qardin jara nafcan fahuwa riba, kullu qardin jara nafcan fahuwa riba. Wax allaale wixii faa'iida oo nafci soo kordhiya soo ziyaada wuxuuna aad ka hesho, wax allaale wixii qardi iyo dayn ah ood bixiso ood nafci ka hesho waxaa weeya fahuwa riba, riba wey. Xadiidka waxaa mari waa daciif oo rajo daciifa sanadkiisa ku jira, laakiin dalla alijmaacu bima fi lxadiid, xadiidka wuxuu sheegayo ijmaac baa tusay, ijmaacu lumma wey, kullu qardin jara nafca fahuwa riba dan waa ijmaac. Saa darteed waa daliil qadci ah oo culimmada ayna isku khilaafsaneyn in shayga qardiga ee daynteed bixisay nafci inaad weydiisato inayna bannaanin, inaad weydiisato ama aada shardiisato. Laakiin haddii qofkii daynta aad siisay ee isagoo baahan oo muctaadaho goomaan intuu kuu imaaday dayn isii ku yidhi aad dayn siisay, markuu kuu keenaayo dayntaadi xoolihii uu wax kugu soo daro adoona shardisanin, maada shardisanin. Caado iyo dhaqan dadku ay leeyihiinna ma aha, curfiga dadka sidaa ma aha. Isagoo ma maanta kula maagay taa wax dhibaata ah ma leh, taa wax dhibaata ah ma leh taa iyada. Boqol shi ku shilin baa ka qaadatay, markaad imaanaysa waxaad tidhi boqolkana waa kaarkaadii, hoo khayr allah ku siiyey, adi maada shardisanin. Hadhow boqol kaara soo raaci maada dhihin. Dadkuna dad caadan iyo curfi iyo dhaqan dadku ay leeyihiin ma aha, dhibaata ma laha. Laakiin haddaad shardiisato waxay noqonaysaa kullu qardin jara nafcan furiyo. Hadday caadada dadka iyo magaalada ay isku raacaan oo dayninkii qaataa inuu wax soo raaciyo ay caado u noqotana, caadadu waxay noqonaysaa sida shuruud oo kale noqon. Almashruudu shardan waxay dhahaan culimmadu, almacruufu curfan qaacida wey, almacruufu curfan kalmashruuti shardan, taasay dhahaan. Shayga curfiga iyo caadada dadka ku dareeray shuruudii oo kale u qaadanaya. Marka shayga shardigiisa uu xaaraan ahaa, curfigiisana xaaraan wey. Marka saasay loo turaya. Marka qardiga iyo waxyaalaha la bixiyo in wax lagu qaato ma banaan. Waa wax hadda buruugtada ay sameynayaan ogtihiin. Buruugta waxay sameynayaan bangigu ilan kama baxsana baabkan, baabu ribadaas soo hoosgelaya, baabu riba ayuu soo hoosgeli. Waxyaalaha dhibaato badan buuna leeyahay ood ogtihiin, dhibaato aad u fara badan ayuu leeyahay. Oo ribada uu isticmaalaya bangiga iyo xaaladda ku saabsan masalahaadi aad u adag wey. Waxaad arkaysaa boqol kun buu qof bangiga dhiganaya, qofa boqol kun yaa bangiga dhigan. Boqolkaa kun ee bangiga uu dhigtay ma hal mar buu isticmaali maya, ma isticmaalay waxaa laga yaa boqolkiiba toban inuu ka isticmaalo, toban kun baa inuu kasoo baxsado inta kale iska taalo intaasoo bilood lacagti maalkii inay ooleysaad mooleysaa, ma ooleyso. Ku kalaa imaani dayn baa loo siini waxna waa la saarani, ku kalaa imaani dayn baa isagana lasii siini waxna lasii saarani. Marka boqolkii kun ee meesha aad dhigatay intaasoo qof baa hadda siyaalo badan usoo gashay, siyaalo badan usoo gashay. Wixii marka dadka wax saa u wareegaya wey, markii la fiiriyo waxa meesha ku qoran ama kombyuutarka ama buugga ku yaalla waa boqol kun ama waa hal milyan. Laakiin waxa dadku ay sheeganayaane nin walba loo leeyahay wuxuu ahaa cafwan, waxa buugga ku qoran waa intaasoo malaayiin wey. Laakiin waxa xaqiiqada saduuqa ku jira boqol kun wey, boqol kun baa saduuqa ku jirta, lacag itaabsi hadaad tiraahdo boqol kun wey. Walidaalika buruugta waad aragtay dadkii xoolaha dhigta hadda intay maanta imaadaan ay dhahaan nin walba xoolayga waa siibani, bangigii waa kacaya, bangigii waa kici. Maxaa yeelay waxaa wareegaya ee qaarna uu dadka dayn u siini waxna uu sii saarani, korna uu markuu imaado intiisi in ka siinayo bangigana uu kusii shaqaysa bugwanka ku socda. Haddii wixii laga qaato saxbil amwaali marata la sameeyo, xoolii laga saxbiyo, bangigu waa fadhiisanaya. Saa darteed wax iska khiyaari ah oo aan xaqiiqo ku salaysnayn oo iska magac oo cibrun cala waraqa, arqaam wahmiya, qodob raqamyo iyo lambaro iska magaca ama meesha lagu haya, meesha lagu haya. Marka dadkii suuqa loo imaadana, suuqii marka la yimaadana lacagta intaa leeg ee dadka ay sheeganayaan suuqii ma soo gelayso, lacag yar baa suuqa soo geli. Marka silcad iyo badeecadi baa iska fadhida, lacagtina waa yar tahay. Halkaas waxaa ka soo baxaya tadakhum, baa ka soo baxaya waxaa la alqala inay qaali xoolihii ay noqdaan maciishadii la goyn waayo, tadakhum uu imaado, sicirka uu qaali noqdo, halkaas ka soo baxaysa. Sabab yaa u ahaa bangiga, sabab u ahaa dhinac kale wuxuu bangigu sabab u noqonayaa tadakhumka iyo qalaha. Waad ogtihin sidaba waxaa laga hadlaya ribada. Ribada waxaa weeyaan markay culimmadu ka hadlaya iqtisaadka, markay hadlayaan waxay u qeybiyaan aliqtisaad alkulli waliqtisaad aljuzi, ayuu qeybiyaan iqtisaad kulli iyo iqtisaad juzi. Dhaqaalaha marka laga hadlayo dhaqaalo dhammaan ah iyo dhaqaalo juzi oo qeyb ah,
midka jusiga bangiga oo kale bangiga mathalan dhaqaalu ka heli karaa dadka xoolahoodii ka macaashi karaa muxuu ahaa shirkadaha maaliga ee dhaqaalaha soo saara ama intaajiga ama wax soo saar kale bangiga lacagtay ka qaataan riba waa way ka lacagaysan karaan laakiin waxaas oo dhan xagee ku soo noqonaysaa fardigii iyo mujtamacii iyo qaybihii kala duwan ee ummadda ayaa ay ka go-an tahay kuwaasay ka go-an tahay marka waxaa la rabaa mujtamac oo dhanba inuu iqtisaadkiisa dhaqaalihiis kor u kaxaa loo baahan yahay laakiin inuu bangigii kor u kaco dadkii shirkadaha lahaa ee buruugta la tacaamulayayna ayaguna ay kor u kacaan wixii oo dhan dee dadsho laga saara dadkii masaakiinta ahaa meesha ayadaa waxaa ka imaanaysaa waxa la yidhaha atafaawut aabaqi kala fogaansho xagga dabaqaadka ayaa imaanaysa dabaqadii dhexe ayaa meesha ka bixi dabaqo faqiira oo miskiina oo dawarsanaysa iyo dabaqo qari oo taajir ah oo ayagii buruugta isku xidheen waxay deena ay soo saaraan shirkadahaasi wax soo saar kale wixii ay soo saareen xoolihii bangiga uu kor saartay mathalan shirkad soo saartay raashinki ayaa waxay rabtaa inay raashinki ay soo saarto warshado soo galato kadaa bay rabtaa bangiga u imaanaysaa bangiga wuxuu sinayaa malaayiin lacag uu sinaya wuxuu leeyay malaayiinta qaado shirkadaada ku hormari laakiin anna waxay ii saaran boqolkiiba toban baa ii saaran boqolkiiba tobanka uu bangiga saaray yay ka go-an tahay almustalik dadkii masaakiinta suuqa jooga bay ka go-an tahay asaga alaabtii uu soo saarayaa bangiga intiisiiba u celini laakiin asagana wuxuu ka goynayaa dadkii masaakiinta ka goyn haddii nin walba dhaqaalihiisa uu suuqa la aadi lahaa sicirka caadi buu iska ahaan lahaa nin walbaba wax run ah ayuu ku gadan lahaa wax runna waa laga gadan lahaa laakiin waxaa keenay in qaali uu noqdo suuqa oo sicirkii cirka isku shareero waxaa isku xidhay bangigii ribawigaha iyo dadkii ku xidhnaa ee dhaqaalaha badan lahaa iyo shirkadihii xoogga badnaa oo wixii iyaga la saaray ka sii goynaya dadkii ayaa isku xidhay wamin huna jaa alqala masaakiintii waa baabaaday fuqaraa meeshii soo baxday dhulkii baa shafka lagu dhuftay dadkii waxay noqdeen dad aan waxba haysanin halkaasa waxaa ka bilaabanaya markaa canaasirul ijraam dadkii ilan qofka isagoo waxba haysanin nin shaacira waxuu leeyay waa kuu leeyay macnaha beyt uu leeyahay waxaa la yaabaa qof gaajaysan oo caruurtiisii isaga waxay cunaan la sidayn u dhici karin inuu seefintuu qaato xoolaha dadka uu xoog kusoo qaato siday ku dhici karin waxa dhici kara maaha buu ku leeyay yacani qofka hadduu gaajaysto aduu kugu soo maqan yahay hadduu qofka gaajo ay ku dhacdo aduu kugu soo maqan yahay sidaa darteed fasaadka iyo amni darrada iyo maaragtay ijraamka qaybihiisa kala duwan iyo akhlaaqxumada iyo dhicitaanka dhalinyarada ay xayaatadu ka dhacday intaba waxaa sabab ah ribada ayaa sabab ah marka ribadu waxay ka daran tahay corruptionka iyo qishiga waxay ka daran tahay sariiqada iyo tuuganimada caadiga waxay ka daran tahay boobka iyo dhaca caadiga ee koreeya intabay ka daran tahay maxaa yeelay kuwaas madaradooda waa qayb koodan wey laakiin qaybta ummaddoo dhan camimaysa nin walbaba uu jeebkiisa ka dareemayo waxaa weeye waa madaratu riba iyo waxa ka dhalanaya buruugta ribawga say u dhaqmayaan waxa ka ratimaya ka dhalanaya ayaa qof walbaba ku habsanaysa walidaalika ilaahay subxaana wa tacaala dulmiga isagoo la dagaalaya iyo intaasoo nusuus iyo adilla ayuu kaga hadlay subxaana wa tacaala ayuu kaga hadlay wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala uu goodiyey dadka ribada isticmaalaya wuxuu u goodiyey inay cadaab ku waari doonaan suf marka ma dembi yarba dembiga qofka la yidhi cadaab baad ku waari masaqiira mase waa kabiira weliba kabiira meesha u shisheysay wey aayadda haddaan akrinayna baa kamida waa ilahi subxaana wa tacala laa yaquumuuna ila kama lam yakunuu riba laa yaquumuuna ila kama yaquumuun la yatakabaduu shaydaanu min almas dalika biannahum qaaluu inama albayc mitlu riba waxala allahu albayc waxarama riba faman jaahu mawcidatu min rabbi fantaha falahu maa salaf waamru ila allah waman caad faulaika asxaabu nnaari hum fiha khaaliduun baa leyi soo maratan faulaika asxaabu nnaari hum fiha khaaliduun dadka ribada isticmaala ee ka shaqaysta cadaabka naarta ayay gelayaan waana ku waarayaan bu ilahi subxana wa tacala waa waciid aad iyo aad shadiid waa wey aad u aad u daran nabigana xadiiskiisa garanaysaa lacana allahu aakila riba wa muukila wa kaatiba wa shaahidey qaalhum sawa ka ribada cunaaya midka qoraaya ka garareyga kaga shaqaynaya ka siinaya ka soo bixinaya ka u saxiixa kulligood fi naar buu nabiga sala allahu alayh wasalam yihi ahaa malcuuniin weyaan waa lacnadiyin aayaddaa kale ilahi wuxuu ku caddeeyey ribada ka tegideeda iyo la imaashaheeda waxay ku xidhan tahay iimaankaada qofka inuu mu'min yahay waxay ku xidhan tahay inuu ribada ka tago oo waxaa tusaysa isla aayadda kale ayaa tusaysao yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha wadaruu maa baqiya min alriba in kuntum mu'miniin sabaabt intu waa shardiya in kuntum mu'miniin haddaad mu'miniin tihiin shardi aada mu'min sheeganayso shardi waa inaad riba ka tagtaa marka laa yajtamicu aliimaanu waalriba waalmuraabi ma kulmi karaan marka ribadu dee waad og tahay dhibaatada ay ku hayso xataa gaaladii dhibaatada ku hayso waad garanaysaa waxa la yidhahda waxaa mar dhow dhacay qarbiga ka dhacay inhiyaar alaswaaq alcaqaariya yacani suuqaqii guryaha ku saabsanaa guryaha la dhisayaa bangi baa wuxuu leeyay guryaha dhisayaa
وفي عنده دكت مساكين ذا فقراء ذا وحبك ذا كرين وحوله ذا رزقارين أو مشاركة رزقارين قريه الله ديسي قريه مكلا ديسي حالة فريق قبصة قريه أساقها لأمري يسدح مليون وي وحاكو دون سعطة انت سو انت ليس عاكو دون سعطة والرباء عاكو دون سعطة هذا اسكب بحيون وي ذا ويقوه كرديسة مركا سود دينا وحود شقيرا يا سنة في العارمي ما أو سكرات ما أيو همين مربو شقين هادو شقيرا يا ويلو وسيكا قوانتا مرك أصول شقيرة وحلاها هي كرسارك أنت درسارتين أيات كنتي ولي رأس مالك ماذا قال أنت كنت فجوا كنتي وبولا يا درا هم أنا ما أنا مسكوف سوف كنا يا وحو شقيرة وحو شقيرة وحلاها هي وبع هوا كاسي مقاومة وحو صعدة أفرس على شنس لقي قالوا حلا خلاص انتهى الوقت وقت وارد ما هذي هذا وقت كذا ما هذي أنت درسارتين لك كوف إزاي ده أنت أقوله وري وبيحوا إزاي قريه أنا قالوا وريجنا ولا قالوا وريجنا قف كسرها علاقة بنان قالوا وطوري علاقة بنان قالوا وطوري marka wariyki ba qofka masjiinka wuxuu u shaqeeyaa jiyuul buruki warbaabu shirkad dadkaas u shaqeeyaa marwaab wax asagu heeray ma bajirtay waxa ka qof miskiin oo leeyahay haye imaa equity bank imaa haye waxa wala sir ku bananaa caana la fadhiyay qaadki markaas waxa leeyahay boqol in naxariis bimooda boqol kun oo wariyada gacanta kuma dhigin isku fadhido ku san ay la doonta xagee geeraysa bacsharaba taqaan boqol kun waxay gooy maanta xagga war barish maalin dambe baaqti lugu dhufatay khalas waka dhamaatay wad keen weeso ma gurigeeda la tagaya kuraasta sakaraadka uu taalay darmuusii ibriiqii wuxuu dhanba la xalaabsanaya waa loogshamaya sabaga rais wuxuu dhacta la marinaya arimaha soo dhan dibaatada ay leedahay buruugta iyo dibka uu ku hayo mujtamaac ay ku hayso ayay tusaysaa iyo sida fuqarada ay ugu yihiin dhaxiya ay dibaato badan ugu hayaan ayay ku tusaysaa maxaa laga badbaadi karaa waxaa laga badbaadi karaa in buruug islaami ah la helo oo ku dhisan ala sharaaka shirkad ku dhisan ha sideedaba buruugta riba waxa ku shaqeysataa waxa la yiraahdaa tawliidu nuquud lacag baa lacag dhali sharciga ma ogolo lacag marash lacag khalqu nuquud yaani in lacag la bixiyo oo lacagta meel dhigta ay lacag kale kugu dhasho biduuni an tadura fi intaaj suuq ayadoo suuqa iyo wax soo saarkii aan dhex gelin oo beec iyo shiraa iyo rogrog aan imaanin yaani wax suuragal ma هذا العقبة دقيسة هي العقبة أنت فيرسال وله أنت فيرزو أنت زقوق فوشي أنت زقوق فوشي هكذا لو قم مقيا حوله هذا القصي شقي زنا يا كوكا لو قم مقيا هاي وحي وقات دوش لقاس زارا يا سير الله غنا قاقين بأنت وحي كذي غرا يا إن أنت كسبران العقبة ده حلا كوفول بالوله لكن ماشى ولا يسكت وكتير ولا عرقتي مركا توليد النقود وحدي لما بنا ما جرت وحاي شرع هذا نوقش هاي العقبة وحاي نشا سلعة سلعة راسنا وحيدا شاء النتيجة يربح بين شاء العقبة قارن لا بتكون قدي لا دي بتصير قدي ربح بكون فورا سياسة فائدة الوهلة سياسة فائدة الوهلة بنك يمكوا حال الربا إنه استعمال وح الشركة العقد واد جيسة بنك زماها بنك يقول لها حوالها نصقة هذا يسوق الله يسكره أنا يروح حوجي مع الله مضاربة أنا استعماله أنا اليوم مضاربة مضاربي مضارب صاحب العامل يصاحب المال أو اسكوبها هي adigu waxa taa ninka iska hebelka miskiinka reer baadiyaha waxba kala garanayn lacagta way ka dhubituba ka siibani suuqa qaya meelaha la tagma taqaanid sida lagu ubsadiyaha loo galo ma garanayn sida wax looga soo gato sida darta aan lagu soo wareejin way hadlay khalas shuruud ba jirta macaayir la qaaday jirta shuruud ayada hadii aad isku darsataan waxa lagu ku shaqeey qismadi adiga iyo bangiga aad qaybsanayseen waxa weeyaan ribxi muayyan way ribxi muayyan وين اللي يراها نسبة نسبة وحاول ربح مضاربة لما ديكروا طبعاكم لباتنكم صدقكم لما ديكروا ما بنان لأن بنك العقد هذا قاضي خسارة واد فلان فائدة واد فلان إسلام كذا سقراه إسلام كحوق ما خسارة حسابه حوله كام مكان أو شبع شريزة أكون بشر شريزة ليزو فائدة واد فلان خسارة واد فلان لكن واحد اللي يراها وثابت إلا وإلا فائدة وثابت ولذلك بنك هذوك يراها أمانيك بعشرة قوة حولها قوة قد جرا ee tii adiga xoog gelaa oo anaa xoolahan hoo haddii ku tiraahdo ani xoolayga ma khasaari karaan ha xoolayga ma khasaari karaan faa'iido inta saar leeyahay inta kale aad iska leh haduu asaa ku heshiisan ash-shart baatil shartiga baatil wey wax jira ma marka waxaan rabaa bankigi inuu mudarib noqdo lacag baa u dhiibtay wuxuu leeyahay waan ku shaqeynaya gawaari buu galin waa sii gali waa soo gali waa sii gali waa soo gali faa'iido ka soo booday faa'iido ayadeed waqtiga markii la gaaro nisba muayyana maxaa ku heshiinay baasan dibe qowaha boqolkiiba konton ama iskala boqolkiiba konton ana iskale ha raas maalkina ana iskale raas maalkaas hadduu hoos u dhacana
ده قفكي شقينا يا حمي إلهي كل هذا الرأس مالك بخسارة سوى قاعده كي شقينا يا خسارة سوى سوى قاعده أذي قال الحوق بعد خساري أن حوله بعد خساري هذا قالوا كل قاقي فإذا ما تسومها فإذا وحنا كل شيء نقول قاضن طبعا كم بعد قصينا يا كل شقينا مجرته معايا إلهي فإذا طبعا كلنا نقول بعد عكرت محل فلي إن خسارة ولا قبض إذا على إيمان كرت محل فلي مركا وإن لي هذا نسبة معينة بقول كي بأنت وإن لي هذا أريد أن أعصى ولا أقوم عامل كرا بروك تساو كل شقي سنكرا وقفكو حوليسي ميل لقرينا ايو ايو وحي قريسو ايو وحي الوئي بنا ايو ايو الربحي فايدة كصباحا ايو ايو خسارة صورة قرا أريد أن نوع عصبه ريجرت نوع عصبه هو نوع بروكت الإسلامي ايو كل شقيه مع الأسف الشديد ما أنت بروكت أدون كجرت وحويان البروك الربوي بقول كيبا سقاشر يا سقاري وليب الزيادة بمكي غيبا كل شقيه بقول كيبا انتاس ير إسلام كشغان اي سنة شبهات بكجرة انت اسلام كشيغان اي سنة شبهات بكجرت اسلام لماذا دي ايا اينا عقود شرعي اي وافقين وطبقين ايا اينا سيق العقود المعلومة الحلالة اينا سيدا يهد اولا اي ماذين شبهات كجرت واحد شبهات كينين وحاوية لقال الدوم وي شريعة الالين كمجرت اينا شريعة الالين كجرت انت وضا بضانا وحاتو صايا واحد الربا داد كان بنكي كشيغ اي سنة ee milkiilayaasha bangiga iskale iyo idaariyinta ka shaqeeya administration ka haya iyo dadka muwaadiniinta shaqada haya intaba inay shariicada islaamku ka garanayaan ayaa la rabaa shariicadu inuu garanay faaqidu shay la yuhdi qof asagoo waxba garanaynin waxba ma bixin karo taas waa mid ka mid ah lagu garanayo inay waxooda shabeey ku jirto talabada lagu garan waxa weeyaan waxa jirta bunugtu islaamiga waxa leeyahay wax la yiraahdo hay'atu riqaaba hay'atu riqaaba وحي كانوا لي واحد من هذا التدقيق الشرعي التدقيق الشرعي للمصارف الإسلامية قولها وحاجة وقيم أغاريسة واحد صامر يا حولاء يا قابك يكون بحضي هي معاملات الصعودة الجارية الصعودة قيمه اللي أبهر من مرتي شدتك اللي أبهر من مرتي شروط اللي أبهر من لقاه لي محاخر الله صغر لي هل كان سيكسر ربايا نظامك القود يا لوائح يا مامرك القود يا إشرافك القودنا وحاهرتها لنا كركا سيهيستا هي الرقابة يا كركا هيستا بروكت هذا الإسلام يا شيخنا إسا والوكر وعي إلى أسر عليان سأرش قيام هذه علوم هذا هاد أي بروكت كفرتين أي مجتمع أي كجتين أي ده شيخان بكوجرة أو شيخان بكوجرة أي رجال كسر قشرين إلى أسر عليان ويكون هيان والوكر وعي والوكر وعي ولذلك قال كم قال بلا ويا كم علوم هذا جلدا وابس كلام بحمه وابس كلام بحب مركي حبل لا شيء وعي سوق بس كنا قطي تنافس مع البنوك الربوية أجل البنوك تكلم ترتبان بايماتي إلى وحب كل الدولين بايماتي وفي نفس الوقت يعني يا ربي بقولك يا بقول لكن هدرا ما دام إسلامي ما يكون عصينيين أساس كهرباء أي عقود أي دشيان أي قوانين أي دشيان أي قصة لا يسنتها أي عقود شرعي لهن مضاربة لهن مرابحة لهن الإيجار المنتهي بالتمليك لهن مشاركة لهن سلم لهن بيع تورق لهن ما دام أي قصة لا يسنتها أي خلل باقرة خلل كلاجي لاني خلل كارع يا جاسك أولي كارع وإني فسألوا أهل ذكري إن كنتم لا تعلمون أي طبقة وإن العلماء أي لص عذان مسأيش ويجيان ويسير وحص عذان ضد علماء يقانا وإن لهرو ضد كشقينا يا موظفين تي شقبة هينا وإن تدريب يا الدورات يا سيمينار جوكتا الله سميع وإن لا وحويان خلب بمر بيماري خلب بيماري سأدرت دولة ليال ربضة قرآن كان واشا أن التحريم كأو حرمي يوعيد كالدرمي كصبا حي وإله سبحانه وتعالى عذاب إنه كوا أي كوا ريان بوشي wuxuu kala sheegay muuminnimada inay ku xirantay wuxuu kala sheegay inuu xarbi iyo dagaalba uu tagay oo la dagaalamayo qofka ribada isticmaal ahadiis tan nabiga sidoo kale oo hadashay nabiga kaleey salaam hadiis saxiixay ku sugan bukhari muslim in hadiis ubada bin samit radiyallahu anhu wuxuu nabigu leeyahay dhahab bi dhahab wal fiddatu bil fidda wal burr bil burr wa sha'ir bil sha'ir wa tamr bil tamr wal milh bil milh mithlan bi mithl sawaa bi sawaa fa idha ikhtalafat hadhihi al ashya فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يد بيد حديث كاسقة وحليه الإمام السبكي رحمه الله وحليه أصل وحويه وحلي يرى هذا الربويات الربوة أي قشو عدين تيسى حديث كاس أصله حديث كاس أي أصله حتى الإمام الشافعي رحمه الله وحقد جاي العمدة في هذا الباب باب الربا ما كان هذا الله وحطير وحقد جاي حديث عبادة بن سامد رضي الله عنه وأرضاه حديث كاس أصله وحقد جاي لكن علماء وحي كهذا لا يوحوي واسكدت دجيني ناي وضبقوا كمان باب واسعة باب واسعة ويان صدرت يدو حرمنا هنا من الرؤوس الأغلاب كرك كثة تابرنا
إجماع من طبعا كتاب رواح الربي سنة رواح الربي إجماع الأمة وساس وعيضا وساس شغني أدل إجماع قدعية علماء يسكوها فقصيين إنه الربضو أيتهاي محرم إنه أيتهاي لما نسوه كوبي كان أنت علماء إجماع كحن بارتين ربضة حراني مدين لكن من باب المثال للحصر وحاكمين رقا شغي ربضة كهض لي قرضيبي با كميدة إمام النووي با كميدة ابن الجزي با كميدة ابن الرشد الحفيد الجد لما دوا كميد ابن الرشد الحفيد صاحب البداية إياه أويس أنت بوي كهذا إلا لكن وحال الله هي الأسواء يا إلا ذا أي ربض وحرام تكون نقطة يعني وحي لها ربويات كبار وان ليش شيء بالغ الشيء لحدا الشيء بالغ هذا يا ما لحدا وما مسوى زيادة وحكى الله أنا يسمى كم مسألة هذا كهذا أنا مسألة العلة علة الربا ما كلا هذا يا علة الربا ما كارت الربا اللي الله بعده قيبينه ما كأول رئيس ما كانوا قيبين الربا يا شيء كنا ها ما لبث العلم بدل ما مش فلي هاي ربا كان قيبينه إن بيانواعيها ما كأول رئيس الله بعده قيبينه هاي الله بعده يا شيء كنا ربا الجاهلية يا ربا البيوع ربا القرض ما ذكرتها ربا القرض ربا البيوع لا بد أصير قبل زمان ربا القرض أيده وإلا الله سمعنا مجرد لما حوله دم حوله يذلب ربا ذا ربا القرض هو يكشى هذو قفك وحي ودين بيع نوع كسبعة هاتين مالا رمى بالله كده جاي وحي ودين بيع يهدو زيادة كطلبه أو شرط يستوي إنه يزوج زياديو، طبعا حبا ربع ما نقول دي سي ما نقول سيء، بقى هذا بضاعة هذا هلك هذا هذا، كوي طبعا حبا كاي وين، طبعا حبا كوي طبعا حبا كامي ربو، كل هذا قرض بأي طيب، لكن ربا كلا ربا البيوع ذا اللي يراه هذا، أي علماء سكوايا، وحاس كوايا يعني، لا بيسكو خلافين قرضا قياس كديدي، قارب قياس كديدي علماء صم كرنسان، يا كوي كوي قياس كديدي، كوي، الظاهرية، ظاهرية ده داود الظاهري. وعليهم الحلا ونبغوا الشيء عليه سلا حديث عبادة بن سامد بس الربا قل كتاه لهم عين الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح لحلا بس بريس براقي أسقاضري قلي براقي أسقاضري دير براقي أسقاضري بجت مركيود وحويا تجمد كاس الويا قانا ماشى يقول لك هي النصوص تا إلى النصوص هي مقاصد الشريعة ما يلاكم ملا أي رماها صدي أجيب الوه هيستعين يبد استاجين هو استاجين أما علماء الكلاء وحيلين ورماء هاي ربا ربا والبيوع ذا اللي يراده إلا إلى ذا ربا والبيوع ذا سلحة شيء حديث كل وش شيء كل لبنا ولا عقق أفر وعنتو أفر وعنتو يا واحد وقرحية أصبع إلا وحكي كميت هاي وحيا لها عنتو الوه الوقرحية الوه جاي كميت مركا لبنا العقها آه ذهب كيف في ضنا ويا يسوس خلافه وهو حير العق نمضة ويا أو الله وحي العقة العقد بوحيه ده في ظل المديين ده في ظل المديين هذا اسم جنسي هنا لما كان بعدين كره هذا كلا جنسي هنا خلاه النصيحة قال يوم منا ها منا وما قنطا يا له قال أنا هني بعدين قال له حير ما غلبة الثمانية ويانا وإن يذهب في ضايهين كون وحير ما ها مطلق الثمانية ويانا لعقهم بعد شرط ولا شرط رايا مركا يا ناس اسكت خلاص لكن سيدا حوك بدل محويان إن العقد نيم ضاي تاي علاه كون حير ما يوزن يكيلك أبو حريف صعب عليه وعلى الله روح إلا ميزامة ضم ذهب كيف نظر كروي ولو هذا برهد ميزامة إزاد كلا قدرت كلا بديسة خبر سو جريس قال هذا كلا حاجة أطول سلا أحيي قبل وحول العقد نما أنا يتاه وعلى الله مركي أو ذهب كيف نظر جرت هذا اللي عبر استعماله شرني جرام دولار بال استعماله ريال بال استعماله بر بال استعماله رام بال استعماله دينار يديرها بال استعماله لعنة هذا اللي استعماله وحول تاني ذهب كيف نظر أو إلا كلا بديارة ما بنارة إن الصيام من روح حاضر يمدنا مقيها إن لما أقوله لأنه لبعض النوع الربا ده جاله إذا الربا والفضل هي الربا والنصيحة أفرت النوع كلام انتبهه أيقول الله وامحي كوه حيدا وضعم طعوي وحل عنوي مرك وح الله وح العنوه انتبه على سلمي بريسك بسوقلي دقيت بسوقلي إلا كلام بدي ما بنانه هدي هذا لبعض جزئيين ودقيت يبرز كوه جاله سواء كلام بدين كرتها لكن وين حاضر وذيهين مد مقر يبي جواب سبب جري كرت الربا والفضل بقى جري هذيلي كوه حيدا ما مطعوم كما ها إلا هو الادخار إنه وحي كيد جري كروي كوه حيلا ما الكيلو والوزن إلا ميسي كرو إلا ميسي كروي على كل حال سلا يسكون رعسي ينسى وحوية إن لحلاس حديث كوش هاي إننا خاص كوه أهم بيسكون وافق صينيهم جمهور العلماء ما كان لقب بحي ظاهرية ذا قياس كبديدا ظاهرية ذا أو قياس كديدا ما كان لقب بحي ما كان الرباط ولا ليال طبعا سيفق هاني مسألة هانا ونطر إشاري خضورة ذا يتحريم كذا قرآن كذا السنة ذا نواء إشاري
بديل كذا وجه لقبل بعد الهارة هذه بنوك تأيهين وحاوبنان المضاربة وحاوبنان المرابحة شروط بس الله يسكربها مرابحة ده وحنا كإشاري لكن مرابحة محلي هذا مرابحة ده لبنا نوع بهت نوعها روحها ثنائي الأطراف بهذا لبنا نعم بهت من بعلاب صار قدر رأي وحوليه هاي علاب ترأي هذا بقول بقول صار قتاي ثمن كيبه هل درهم هل شرين يعني صارنا يو فائدة ثمن كيبه شم هل بنصارم مركب بقول كيم حكم فائدة ثمن لكن وكو عدين وحدا ما بيستعمله أنا هذا حم استعماله تكان بتجي ورلاب تجاكت ما قوي وأكون شين ما قال قصة قدامي كويدين وفضول يا فلر وياه يكون كذا 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 هذيك على صعب كله ما قال والله رجال زويدين جري ما قال يكون ما قال قصة قالتي وكم ما قصة قالتي أنا جه لكن كم كي بقول كي بوحك الربع شن بيسا أي سعر ما قال مركب كم كي كوفو شيء بقول شن بأي سعر آه ساس إسكاه جرتي هذا لكن مدى أي بنوك استعمالان وحال يرى هذا المرابحة المركبة وحكر اللي يرى هذا المرابحة المرابحة للآمر للشراء المرابحة للآمر بالشراء بنك يبقى تجي وحال لو حربا هاي جاري آه جاري مربانا جاري قاس نوع عاية نوع عاية نوع عاية تلمامي ولا لا شيء غناي بس تلمامي بعض شيء غن إيه صوقت مركز صوقت ده ليه بنك جا وحال أما كاش بنك وقصيني أما waxaan kuulay isoo gad waxa aanta ay haysan weeye marka soo gado ayaa wixii ku soo gaday faa'iido ku saari bangi warqad uu la soo beelaya agreement waxa kala qoranaysa waxaadii macluumaadkaadii uu ka qoran magacii waxa aad tabtay uu ka sameeyay wuxu leeyahay gaariga asaga aan sheegtay tilmaamahaad ku sheegtay 3 milyan buu suuqa ka joogaa 3 milyan weeyaan aniga marka waxaan ku soo waxa marka 3 milyan ku soo gada waxaan ku saaranayaa 100 kun ku saaran 100 kun ayaan ku saaranayaa macaamada noocaas ka warama وحالها المرابحة للأمر بالشراء وحمد بعتامله لكن شروط بين الحكمي ذا ماشم وحال كجرا صدق قلا كجرت هذه عميلكها بنكي وتجي وحيس وقتلها بنكي ودقائق وحصو قضاي نينك الله سعى الرجالي لقى صو قضا صدق قلوي سما لما بيع عمرك ولا ولد سلجري لما بيع عمرك ولا جري باعك ولا ضحك ولا حياة هذا واحد يسكت وعد يهشيس إياه وكان قام ضارا بوسكا هاي وحنا هذا ما قدرنيست بنكي وحاول هذلي شركة دي بابورت أيوة هذا قارئ ما قوي أنت وين ما قد أنت صدح مليون يا قعدت لك يجوا فرت على قصاري مركو بنكي وحصو قط بنكي بعد قارئ صو قطي هذا بنكي بعد سكره هذه بوكو يا التلفون بوكا قرت إذا قارئ واحد أنا كان مياه مكو خلاص أنت ها أنا هذه مركز إسكنسي لما دينا ولا هذا هذه بنكي هذا ولا هذا فما أنت صاحب ما قال هذه أنت صدح مليون طيب فإذا ما قال سارنا سا عقو سارنا يا بقولكم بقولكم يا إسامة ها ودينا دي حما هي وقاسم انت هسوي هرمان هذا هرمان انكرت ديك لو قاسم بيع نوع عاس لا غبار فيه حوالي بعد تمرين سحو لكن وحا هذا البنوك تقى إسلامي قال كميدة كل شقة يزدار وانا الشيغي ان بدانو كميدة الله الشيغي وحاو ايام وحكري هي ارض قاري صاركو صو مارتي فيري موها قصة سمية وحل بيجر يا انشارسكي انشارسو انشارس قري صو وحي كدب ده أنا مركا إيمو لعق كوساش بنجا لعق بنجا أكونتي قاعد لعق كوساش ما كوساش تبى بقول كي بصدى ما كوساش تبى ها بقول كي بصدى ما كاهينا بقول كي تدور أنا كاب حلين وكاب حلين سوما ها فإذا أنا ما كوسارني شركة بالله كنت هي مجارية أديك بنجا والله كذا تمام أنا بقول كي بصدى ما أبغى حسي أنا بقول سكر بقول كي تدور تبغى بيعي جارية دون لا يديهين وصو ولا كذا تين سيف إذا كوسارن كرا سيف إذا كوسارن واحد جرما مدى الله بات بيع ما لم تملكه بنكي وكف ربحايا وكف إذا يا وعسلب وسام الكنين وعنق عنك صادقين أو وصاق ذنن يكسي فائدة يا فائدة ثابتة وصارنا يا تانا ما بنان مركا هدي لكن نوع هرين شين الصورة ظهر أي تاي مرابع هذا نوع عصوي بنان تاي وحبد باتا وحد باتا إلى ذمر لكن وحد أنت كسو هري وحويان وحي نقرئ سر ربي نقرئ سر بنوك ترى ويجشا مثل هذا عن شجني قف كنوع عصر إلىها كبقو جوارد النوع يعلو صاق ذنن dadaro gowrino waxa ku soo gatay oo buruugta islaamka sheegay iska dhaafay ee khaldka uu galay kuwa riba oo iska cad soo gadanay arkaysa bangi riba uu tagi gaari uu soo yimsan waa ku raaxoraya lacag waa isdhaqra ma haysto ah marka arinta ayada waa arin khatara dadku waxay moodayaan ninkan in faa'iido gaaray uu yahay guul gaaray oo ma sha Allah uu gaari fiican helay laakiin riba ayuu ku jiraa dagaalka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala buura ku dhax jira wuxuuna soo galaya dadka iyo ninka marka la isku fiiriyo ninkii la dhigi jiray qaruun
نينكي قارون ليش لا حولها بدنا إيه مفاتيح ولا تروه بالعصبة والقوة إلهي ويري فريزة قريه جبع عايز لقالس نينكي أساقا عمركو عرضي إيه وحوغو دولة تصو ما نزم إيه وحيدة هندك كيدو عفضها يا مزاقين تها يا ليت الله ما مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم بينهم وحا قارون السيو كلام منطبا هلا أي إيه هذه لكن لكن إلهي ولقوا يا ساقي يا حوري سيبدوك ولجري محير هذه يا هذا الكلام دائما قرر يسال وحيدهن لولا ان من الله لولا ان من الله لخسف في لخسف بنا اي الى هذه مركا دكا ربده كبر الراي اركي زان ايه لولا يسوى كلا يا كادغو وحكو دمبيس لولا ان من الله لخسف بنا الهي وكابت بادي وربده كابت بادي إيه مركا حولان رادين يا دراديد اد ميلو دو غشو وحو البر اد راديسو waxa bara u laqdo arintaas khatarta dheereeday qofka muslimka waa inuu u fiirsado waxa gacantisa soo galaaya ahay halaal ama ahay xaraam halaal ba masoo xaraam halaashaas uu ilaahay subhanahu wa ta'ala ku barakeeyay wixii xaraam ah adduunka kharaba dhibaato ay ku keenaysa ilaahay waxaan ka baryana subhanahu wa ta'ala inuu naga dhigo man yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wixii aan ka asignana ajr iyo thawaab uu naga siiyo inaguna anfaco wixii khalad ah naga dhacayna ilaahay uu noo dhaafa subhanahu wa ta'ala jazakumullahu khayran wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.